يوم الجمعة راح تشوفونا بساعة 2 الظهر أني والنائب السيدة ميسون الدملوجي. عجبك الحوار؟ شوية بإحراجات بس حلو الحوار. الناس تريد تشوفها. راح تعرفون كل الأسرار. مو؟ أي أسرار منهم؟ خليها يوم الجمعة مفاجأة. التجميل. وبعد؟ والأسواق الحرة؟ والأسواق الحرة. مو؟ وبعد؟ وش نشتري من الأسواق الحرة؟ وكبة حامض شلغم شلون نسوي؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. اليوم كان الغداء. مو؟ يلا شكرا سيادة النائب.